السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عدنان التعليم. أنا كنقدم دروس مختلفة في مواد مختلفة، وكنديرو أيضا إصحاح ديال التمارين إصحاح ديال الامتحانات. ألو، هادشي كامل لاش الهدف ديالو هو أن بزاف ديال التلاميذ وبزاف ديال الطلبة ديال المغرب أو من خارج المغرب يستفيدو وينميو المستوى ديالهم. كنتمنى أن هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. متنساوش أنكم تبارطاجيو مع صحابكم. خليكم مع الفيديو، ونتمنى أن الشرح يكون مبسط بالنسبة لكم. شكرا لكم. إذا غنشوفو دابا لو دومين دو ديفينيسيون، يعني غنشوفو تي اف، يعني مجموعة التعريف. ألوغ هنا مجموعة التعريف كاين تقريبا يعني خمسة ديال الحالات الممكنة في تحديد أولا خمسة شروط. بالنسبة لنا عندنا لا فونكسيون بولينوم. إلا كانت عندنا فونكسيون بولينوم، ألوغ شناهي فونكسيون بولينوم؟ هي دالة حدودية. دونك ديجا شتوها في الباك، وديجا شتوها في السنة الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. ألوغ مجموعة التعريف تاع فونكسيون بولينوم هي R. مي خلينا نعطيكم واحد التذكير بشنو هي دالة حدودية. ألوغ دالة حدودية، دونك كل تعبير كتب بحال هكا. دونك كل تعبير، يعني كل تعبير كنكتبو بحال هكا. دونك هاد اللعبة كتعني F لإكس كتساوي، صافين؟ ألوغ A أوس N x n زائد a n موانزا فوا x n موانزا بلوس، بقاو غاديين واحد شوية متافقين، زائد a 1 x 1 بلوس اخر تيرم غنتلاقى معاه هو a 0 دونك x و 0 متافقين. الو هادي كتسمى فونكسيون بولينوم. اوكي شنو هما a نانو x A و N؟ دونك A كتسماو هما المعاملات كوفيسيون، و N كتسماو دوغري دو بولينوم. اوكي تا انا ما عنديش مع التعابير، نحاول نعطيكم واحد الحوايج ثلاثة الى تحققوا كنقدر نقول ان الدالة ولا الفونكسيون اللي عندي فونكسيون بولينوم. اول حاجة خص يكون ما يكونش عندي مقام في متغير، يعني جامي نلقى اكس ولا اكس كاري ولا شي حاجة، دونك هذا ممنوع بالنسبة للبولينوم. ثاني حاجه الشباب، دونك ممنوع نلقى الجذر تحته متغير، دونك حتى هذه ممنوعه ايضا في المات. فبالنسبه للداله الحدوديه، الوغ عندنا اكس اس ان بالنسبه للدوغري ديال الحدوديه خاصو ينتمي لنا المجموعه ان. فغابلي مجموعه ان كنتو درتوها في لي سويت، دونك المتتاليات. مجموعه ان هي مجموعه الاعداد الصحيحه، مجموعه الاعداد الطبيعيه، يعني صفر واحد جوج ثلاثة أربعة وهكذا. يعني إذا كان عندنا مثلا مقام فهذا ما كينتميش إلى مجموعة ان، صافين؟ يعني هنا خصك غير لي نومبر انتيير، صافين؟ يعني النومبر اللي واحد جوج ثلاثة أربعة، صافين؟ ألوغ باغ إكسومبل غاسين دو دو حتى هو ما كينتميش، حاش الجذور حتى هو ما كينتميش لونسومبل ان. باغ إكسومبل العدد السالب حتى هو ما كينتميش لمجموعة ان، لأن المجموعة ان تحتوي فقط على الأعداد الموجبة. او عندنا عاود ثاني سيدي، دونك هما هادي يعني ثلاثه الشروط. هاد ثلاثه الشروط، الشرط الاول هو هذا، الشرط الثاني هو هذا، الشرط الثالث هو هذا. اوكي استعدنا ما فهمنا والو، نحاول نعطيو امثله ونشوف نحكموا عليها واش بولينوم ولا لا. باغ اكزومبل عندنا واحد الداله اف لي اكس، صافين؟ عندنا اكس كاري زائد اكس زائد 5، ياك؟ اول شرط كنشوف واش المقام فيه متغير. انا عندي مقام هو واحد ولكن ما عنديش فيه متغير، عندي فيه عدد. الوغ هنا الشرط الاول مشى. الشرط الثاني كيبان ليا كاين شي جدر هنا، ما كيبانش ليا الجدر، اذا سا مارش دونك غندير باس. عاوتاني كنشوف اشنو كنشوف دابا الدوغري ديال الحدوديه. الوغ الدوغري ديال الحدوديه عندي هنا شحال؟ عندي جوج، جوج هاهي كاينه هنا، واحد حتى هي كاينه هنا، صافي؟ اذا هادي بولينوم ولا لا؟ كنقول هادي بولينوم. مفهوم الشباب؟ ناخذ مثال واحد اخر. باغ اكزومبل عندنا شي، الو عندنا مثلا اكس على جوج زائد 3 اكس وكاخي. نشوفو هنا عندي مقام ولا لا؟ فعلا عندي مقام، ولكن كما قلت الشباب مقام ما خصوش يكون فيه متغير. هنا عندي مقام فيه عدد، دونك با بروبليم بالنسبه ليا. يعني انا كنت ما خصوش يكون فيه اكس، ما يكونش فيه شي متغير، يكون فيه عدد حقيقي، با بروبليم، صافي. الو بالنسبه للشرط الثاني ما كيبانش ليا كان شي جدر هنا، دونك ما عنديش مشكله. كنشوف عاوتاني الاستاذ، عندي هنا واحد وهنا عندي جوج، دونك كينتميو الى المجموعه يعني. اذا هذه بولينوم ولا لا؟ اذا هذه بولينوم. مثلا الى خدنا اش دي اكس، واحد الداله واحده اخرى،
ولات عندنا هي x زائد واحد سور x ناقص واحد. في هذه الحالة كنشوف الشرط الأول أح، هنا الشرط الأول عندي منعني، يعني هنا الشرط الأول عندي متغير في المقام، إذا هذه الشباب ماشي دالة حدودية، متفقين؟ ألو ناخدو مثال واحد آخر باغ إكزومبل كا دي إكس، عندنا مثلا غاس سين ديال إكس زائد جوج إكس، متفقين؟ ألو هنا كما قلنا الشرط الأول ما عنديش مقام سامارش، دونك الشرط الثاني عندي غاس سين غاس سين تحته متغير، ألو هادي تاهي ماشي بولينوم، صافي إذا هادي كما قلنا ماشي بولينوم، وحتى هادي ماشي بولينوم، بالنسبة لهادي بولينوم بولينوم، علاش؟ حيت عندي هنا الجدر، جدر تحته إكس، صافي باغ إكزومبل عندنا واحد جي دو إكس بحال هاكا، باغ إكزومبل عندنا إكس على بويسونس خمسة على ثلاثة زائد إكس، ألو في هاد الحالة عاوتاني كنشوف واش عندي مقام في إكس، لا عندي جدر لا. ولكن عندي x أس أن ستر عندي 5 على 3 ما لا لا تنتمي إلى أن وانا بارتي أن يعني ما داخلاش أنا، صافي الشباب. ألوغ في هاد الحالة هادي ماشي بولينوم بشرط تاني تقرا. مثلا عطيتكم آخر مثال ندوزو حاجة واحدة ورا، مثلا قلنا ال دو x، ألوغ ال دو x عطاونا راسين ديال 3 دو x زائد 5، صافي. ألوغ في هاد الحالة كي نشوف الحالة الأولى، دونك المقام ما عندناش فيه متغير، الجدر عندنا تحت منو عدد ما عنديش مشكلة، لأن يعني مقالو لي خص الجدر يكون تحتو متغير. بالنسبة للإكس هنا عندي عدد، هنا الشباب راه الجدر غير على ثلاثة فقط ماشي على إكس، ألو إكس أس واحد دونك كاينة تما، متفقين الشباب؟ دونك هنا كنقدر نحكم على أن هادي مالتها هي بولينوم، كنتمنى أن بولينوم تكون وصلت، دونك تحقق ثلاث شروط راها بولينوم، ما بغيتيش سينو خص تبقى عاقل على تركيبه كومسه بحال هكا. انا فهمت كنحاول انني نهرب بحال هذه، علاش؟ لان الطلبه كيواجهوا مشاكل بزاف. اوكي، اذا داكور شباب، الا قلنا انها حدوديه، يعني عندنا فونكسيون اف باغ اكزومبل اف اي بولينوم، فونكسيون بولينوم، الوغ في هذه الحاله كنحكم على ان مجموعه التعريف هي اخ، يعني دي باغ اكزومبل كون سميتها اف، كون دي اف كتساوي شحال؟ هي لونسومبل اف. علاش لونسومبل اف؟ نفسر لكم، باغ اكزومبل عندنا واحد الدالة كومسا بحال هكا، دونك اكس زائد واحد، ياك؟ الوغ هنا كيقول لك لونسومبل ديفينيس شنو هو؟ هو واحد المجموعة ديال الأعداد خاصها تكون تعطيني قيمة، صافي؟ يعني ملي نعوض تعطيني شي حاجة كاينة في الماط. مثلا حنا نوعية الأعداد اللي عندنا اللي نقدروا نعوضوا بهم كاين ثلاثة، كاين عدد موجب، صافي؟ كاين عدد سالب وكاين عدد كيساوي زيرو، يعني صفر، صافي. الوغ حنا نمشي نحسب الصوره ديال كل وحده فيهم ونشوف الشباب شحال عطينا. دونك اف مثلا ديال واحد عطاني شحال الشباب؟ عطاني هي واحد زائد واحد، دونك عطانا القيمه ديالها شحال؟ سي جوج، يعني عوضت بلاص اكس بشحال؟ بواحد. دونك جوج كاينه في المات ولا لا الشباب؟ كاينه في المات، دونك عادي جوج ماشي شي مشكله كاع، صافي. نمشيو عاوتاني نعوضو مثلا باف دو صفر، لاحظوا معايا الشباب عطانا شحال؟ صفر زائد واحد كتعطيني شحال؟ هي واحد. الا مشينا عوضنا باف لي ناقص واحد باغ اكزومبل تعطيني ناقص واحد زائد واحد، دائما الشباب كنعوض بلاص اكس باش بداك العدد لي ينضل، فهم؟ اذا هنا هذا تعبير كاين في الماط، هذا تعبير كاين في الماط، لاحظوا معايا طبيعة العدد، كيما كان العدد عوضت بيه عطاتني شحال؟ عطاني واحد الرقم، صافي. هاد الارقام الطبيعة ديالها كتنتمي الى ار، لانك تعرفوا ار شنو كتساوي الشباب، راه هي موال انفيني بلس لانفيني، ياك؟ راه هادشي اللي قرينا في البروميير اني دو باك او في الدوزيام اني دو باك، وايضا تفجد عمو الشرف في درجه المجموعات، ياك سون فون. راه هنا عندنا موال انفيني، عندنا بلس لانفيني سي فوالا، دونك موال انفيني بلس لانفيني سي ار، يعني هنا جميع الارقام، دونك كما كنقولوا ان ار هي اكبر مجموعه كما قرينا. دونك هنا نعوض باللي كان ما عنديش مشكله، دونك دائما كيخرجوا لي اعداد كاينه في الماط، صافي. او من بعد نفسر لكم هاد اللعبه ديال كاينه في الماط في الامثله في اللي كان اللي جاي، مفهوم؟ اذا هنا نعوض باي رقم بقيتي من ار، من هنا غتلقى دائما كيعطيك عدد، ناخذ 5 ناقص 10 ناقص 10 ناقص مليار جوج مليار، نعوض بلاص اكس ديما يبقى يخرج لي عدد كاين في الماط، يعني هادشي مقبول في الرياضيات. اذا الا كانت عندي بولينوم دونك ديريكتومون كنقول دي اف كتساوي اف، بحال مثلا عندنا لا فونكسيون اف شنو لونسومبل ديفينيسيون ديالها، كنكتب بروف لافاك كنكتب ليه عندي دومين دي ديفينيسيون سي اخ، صافي. و اخ شنو هي الشباب؟ خصهم يتعقلوا عليها، دونك هي موال انفيني بلوس لانفيني، صافي. الو بلوس لانفيني، اوكي شباب. ناخذ مثال واحد اخر باغ اكزومبل، عندنا جي دو اكس
عندنا x à la puissance 5 plus x à la puissance carré زائد 3. دائما شباب كنشوفوا واش حدوديه ولا لا، دونك نكتبها لي حدوديه حيت ما فيهاش مقام، ما عندناش فيه متغير نيماتور، ما عندناش فيه متغير. الوغ هنا ما عندناش غا سين، سيتادير هنا عندنا الاستاذ كينتمي للمجموعه ان، اذا دي دو جي هنا عشان ما نسميهاش اف الشباب باش كنسميها على حساب لا فونكسيون، دونك دي جو دي تساوي شحال سي ار اللي هي طبعا سي موا لانفيني بلوس لانفيني، متفقين؟ دونك عندنا جي اي بولينوم.